قضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد نلتقي في ظل آية محكمة وسنة صحيحة ونقولات علمية محررة مع رأي سديد وقراءة موضوعية للواقع. مفاهيم أيها الأخوة والأخوات في موسمه الخامس يتجدد لقاؤه معكم كما تعودنا في صحبة ضيفنا الجليل العلامة المتفنن الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للثقافة والدعوة والتعليم. حياك الله مولانا الشيخ في العام الخامس على التوالي بفضل الله عز وجل. الفضل الله عز وجل في هذا التوفيق، ثم لما أفضت به وأفدتم حفظكم الله. سيدي، يقول أحدهم مخاطبا ربه جل جلاله: ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، فلو سفكت دمي في الترب لن كتبت به حروفك لم تنقص ولم تزدي. هذان البيتان يمثلان حالة من السمو والتألق والأنس بالله عز وجل، وهو في الحقيقة محور حديثنا اليوم. وأود أن أبدأ مع فضيلتكم بإضاءة حول مفهوم الأنس بالله عز وجل وعلاقته بالمفاهيم المقاربة كالشوق والحب والفرح بالله عز وجل والسرور بمناجاته ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أما بعد، فإن الأنس هو مقابل الوحشة، فالوحشة هي انقباض النفس من المكروه أو من المجهول، وفي مقابلها الأنس هو اطمئنان النفس بالمألوف أو المحبوب. وهذا الأنس لا يمكن أن يقع مع ما يوحش، فالذي يؤلم الإنسان أو يزعجه أو يروعه أو ليس بينه وبينه معرفة لا يأنس به، وما يشتاق إليه ويحبه ويعرفه ويدرك فائدته وأهميته هو الذي يأنس به. هذا في شؤون هذه الدار التي نحن فيها. فالإنسان إذا رأى وحشا كاسرا أو شيئا مروعا تأخذه منه الوحشة ويفر منه. ومثل ذلك إذا وجد غريبا لا يتفاهم معه باللغة أو لم رأى وجها لم يره من قبل، أو كان في أرض موحشة فلات ليس فيها أنيس، أو كان في سجن موحش أو نحو ذلك، يأخذه هذا الانقباض. وفي مقابله يحصل الأنس، والأنس سرور وانشراح في مقابل الانقباض الذي يحصل بالوحشة. فلذلك يمكن أن نعرف الأنس بأنه هو الانبساط والارتياح الذي يحصل للعبد عند معرفته بالله وتعرفه إليه في الرخاء وقربه منه وشعوره بتقريب الله له. هذا هو تعريف الأنس بالله سبحانه وتعالى، وهو مقام من مقامات اليقين ومستوى من مستويات الإيمان لا يناله كل أحد. فمن لم يذق طعم الإيمان وحلاوته لا يمكن أن ينال الأنس بالله، ومن لم يعرف الله أصلا لا يمكن أن يأنس به. ومن عرف الله سبحانه وتعالى ولم يطعه ولم يذق طعم عبادته ولم يستشعر تقريبه لا يمكن أن يأنس به. فلذلك يحتاج الإنسان إلى هذه المقامات التي أولها الإيمان، ثم بعد ذلك المعرفة بالله جل جلاله، ثم بعد ذلك طاعته وتذوق طعمها، حتى تكون عبادة الإنسان ذات نور يشع. لأن كثيرا من الناس عبادته ليس لها روح ولا نور، فهي أداء من عادات الإنسان وطبع من طباعه تعود عليها فأصبح يمارسها دون شعور ككل أنشطته اليومية، وهذا لا يمكن أن يذوق لها طعما ولا أن يشم لها رائحة، فعبادته في واد وهو في واد. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن
يكون مع عبادته حتى يحييها بروح القربة وبروح المعرفة، وحينئذ سيكون لها هذا النور المشع الذي يصله بعالم الغيب، فينطلق من تقييدات عالم الشهادة وقيوده وحواجزه ويتصل بربه سبحانه وتعالى، وحينئذ لا شك أنه سينال سعادة لا يعدلها شيء. فسعادة الإنسان بأنسه بربه وشعوره بتقريبه وأنه معه سعادة لا يمكن أن يعدلها شيء، ويحصل بها الإنسان كل مبتغياته. مبتغى الإنسان الأكبر في الدنيا هو السعادة والراحة، وهذه لا يمكن أن يعدل سعادة الأنس بالله شيء فيها. الأمر الثاني أنه يحب علو المنزلة ورفع الدرجة، ولا مقام أعلى من أن يكون الإنسان نجيا لربه سبحانه وتعالى يخاطبه كفاحا دون ترجمان. وأيضا من مبتغيات الإنسان وضروراته أن يكون حرا وأن يكون لا خاليا من الضغوط والأذى والمهانة والمذلة، ومن أنس بالله سبحانه وتعالى خلا من كل مذلة، لأنه ينظر إلى المخلوقات على أنها مسخرة، وينظر إلى تقريب الله له على أنه اجتباء، فهذا الفرق. وكذلك يحصل للإنسان أيضا بها غاية القوة، فالإنسان من مبتغياته ومطلوبه كل شيء، جميع القوة، قوة الإيمان، قوة العقل، قوة الروح، قوة البدن تبعا لذلك. فالقوة الحقيقية هي قوة بالله، وكل هذا يتمثل في أقوال العارفين الذين ذاقوا هذا الطعم فعرفوه. فإن الذين ذاقوا هذا الطعم مثلا تغنوا به، فمثلا يقول الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر: ومما زادني فازددت تيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأنا أرسلت أحمد لي نبيا. وكذلك يقول العلامة مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي، فكان الضعف أقوالي، ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق أوالي. ومثل ذلك الأبيات المشهورة التي هي جارية على كل لسان، وهي: فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. مع أن الرواة يختلفون في نسبتها، فمنهم من ينسبها إلى أبي الطيب المتنبي وهي في ديوان شعره على أنه يخاطب بها أبا العشائر، ومنهم من أثبتها في قصيدة أبي فراس الحمداني التي قالها في الأسر يخاطب بها سيف الدولة: أمالي جميل عندكن ثواب، ولا لقبيح عندكن عقاب متاب، ولا لمسيء عندكن متاب. طيب شيخنا، في هذا السياق قبل أن ننتقل للعلامات والظواهر الأنس، هنا عبارة الإمام الغزالي أحب أن تزيدوها جلاء. يقول رحمه الله: فإذا غلب عليه على العبد التطلع من وراء حجب الغيب إلى منتهى الجمال، واستشعر قصوره عن الاطلاع على كنه الجلال، انبعثت في قلبه حالة تسمى الشوق. وإذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور بما هو حاصل من الكشف، وكان نظره مقصورا على مطالعة الجمال الحاضر، انبعث في قلبه استبشار وأنس. فهل هذا تفريق بين الشوق والأنس باعتبار النظر؟ هذا يقتضي أنها درجات فقط في المعرفة. نحن ذكرنا أن أول شيء متفاضلة لا، هي بنفس الطريق، يعني هي درجات سلم. لا يمكن أن تقول الدرجة الأولى أفضل من التي فوقها، لكن أعلى هي درجات السلم، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى العليا إلا بالمرور على البقية. فهل الشوق مرتبة إلى الأنس؟ الشوق مرتبة إلى الأنس، أن يشتاق الإنسان إلى الله، معناه أنه قد آمن به أولا، هذه أول مرحلة، ثم بعد ذلك عرفه، ثم بعد ذلك تطلع إلى العلاقة به بإحسان عبادته وإحسان صدق التوجه إليه، ثم بعد ذلك مارس هذه العبادة بروح جعل فيها روحا مشعة، فتحلى بنور الطاعة، ونور الطاعة هو الذي سيقوده إلى الطريق ويسدده في السير ويبلغ به الأنس. أي نعم، ثم بعد ذلك يبدأ في طريقه في الشوق. إذا لا يمكن أن يبلغ الإنسان مرتبة هذا الأنس حتى يكون قد مر بمقام الشوق والتعلق بالله عز وجل.
طيب شيخنا هذا الأنس، لكن ما ذكره الشيخ الغزالي هنا فيما يتعلق ببعض الصفات هو من تمام المعرفة، فمعرفة الله سبحانه وتعالى هي المقصد الأكبر بالنسبة للمخلوق. طيب. ولذلك كثير من أهل العلم يعدون أول واجب على المكلف معرفة الله، كما قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: أول واجب على المكلف معرفة الله، وقيل الفكر في دليله، وقيل الأول النظر، وقيل قصده إليه المعتبر. فمعرفة الله لا شك أنها أول خطاب، لأن الإنسان إذا لم يعرف ربه لا يمكن أن يكون إيمانه صحيحا. ومعرفته لها وسائل، أهم هذه الوسائل التعرف إليه من خلال رسالاته، فهو أرسل الرسل إلى الناس ليدلوهم عليه، فالرسل جاءوا بوحيه وبينوا، فهذا الوحي سبيل لمعرفة الله سبحانه وتعالى، فتدبر القرآن وتفهم معانيه والاعتبار بما فيه من وسائل الاعتبار ونحو ذلك، هذا هو داخل في الوسيلة الأولى من وسائل المعرفة. ثم بعد ذلك الآيات المنظورة في هذا الكون، فهي مؤازرة للآيات المسطورة في الوحي. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى تآزر النوعين، تآزر الآيات المسطورة والآيات المنظورة، في قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبيّن الله الإرشاد إلى النظر في هذه الآيات في كثير من الآيات في القرآن، فقد قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهؤلاء عرفوا الله سبحانه وتعالى فناجوه بصفاته من خلال آياته، فقد رأوا هذه الآيات التي تدل على أنه بديع الصنعة، وأنه مدبر هذا الكون وحده، وأنه ليس في السماوات والأرض مدبر سواه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكذلك من وسائل معرفته تذكر الإنسان لنعمه عليه، فالنعم تدل على تمام القدرة وتمام الفضل وتمام السخاء وتمام الجود، فتعرف الإنسان على نعم الله عليه عندما لطف به وهو جنين في بطن أمه وقد مكث 9 أشهر وهو يسبح في بركة مياه، لم يدخل يوما واحدا منها قطرة واحدة في حلقه ولا في أنفه ولا في عينيه ولا في أذنيه، ولم ينقطع رزقه ولم ينقطع نصيبه من الأكسجين والهواء وهو في تلك الظلمات، ويحوله الله خلقا بعد خلق فيمر بأطوار لتركبن طبقا عن طبق حتى وصل إلى كماله. ثم بعد ذلك لطف به في خروجه إلى هذه الدنيا فوجدها ممهدة أمامه، مهد له الأرض للسكنى، وهيأ له فيها الأرزاق، وهيأ له كل وسائل الراحة والأنس. ثم بعد ذلك ما أنعم به على الإنسان من العقل والجوارح والحركة، وهو يرى الآخرين المحرومين من كل ذلك، وهكذا يتابع مسلسل النعم إلى أن يصل إلى جلسته التي هو فيها منذ أدرك، وما قبل ذلك مما وصل إليه علمه، فيتابع مسلسل النعم، وحينئذ لا شك أنه سينجذب إلى العلاقة بالله والاتصال به، لأنه يعلم أن أي نعمة من هذه النعم لا يمكن أن يجلبها له مخلوق، وليس لمخلوق فيها يد، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وكذلك تذكره لإحسانه إليه في وقت المضائق والشدائد، كم مر بالإنسان من ضيق، وكم مر به
من آفة، كم أصابه من الأمراض، وكم تعرض له من مشكلات، وكل ذلك يأتيه الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال أحد العارفين: حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. ثم بعد ذلك بنظره إلى المآل والرجوع إلى الله، لا إلى الله تصير الأمور، فإن ذلك مدعاة لمعرفته أيضا، معرفته بجزائه وسرعة حسابه، فهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى وهو سريع الحساب، ومعرفته بمجازاته للناس بالحكمة والعدل، فهو الحكم العدل وهو أحكم الحاكمين، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد أعد أنواع النعيم المقيم الذي لا يخطر على بال أحد لعباده الطائعين في جناته، وأعد أنواع العذاب الأليم الذي لا يخطر على بال أحد لمن عصاه من عباده وخالف أمره ونبذ شرعه في الجحيم التي هي دار الأذى، لا يمكن أن يتصور أذى إلا منها، حتى ما يصل إلى الناس من الأذى في الدنيا من الفتن والشدائد والحر والبرد والميكروبات والأوبئة، كلها من النار، الروائح الكريهة من النار، لأنها إما ناشئة عن برد شديد أو حر شديد، وهذا أصله تنفس جهنم. اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبرد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل أذى مصدره النار، وكل خير مصدره الجنة. ما يعيش فيه بنو آدم في هذه الدار من أنواع النعم كله من الجنة ومن آثار الرحمة، آثار رحمة الله، والجنة هي مستقر رحمته سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان ربه يأتي بعد هذا إلى تدبر صفاته، صفات الكمال، فكل كمال واجب له وكل نقص محال عليه، فبهذا يعرف أنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال وكل جلال وكل جمال، وأنه سبحانه وتعالى متصف بذلك اتصافا أبديا أزليا لا انقطاع له، اتصاف سبق الكون كله وليس له بداية، وهو باق بعد الكون كله ليس له نهاية. ولا شك أنه بمعرفته بهذا سيشتاق إليه سبحانه وتعالى، لأن الإنسان تواق إلى الجميل ومحب له، فيحب أن يرى ربه ويحب أن يلقاه، وإذا اشتاق إلى لقاء ربه فإنه يصل بذلك إلى الأنس به، وهذا المطلوب. طيب شيخنا، إذن وصلنا نحن الآن إلى أن هذه المعرفة بالله عز وجل هي من أهم السبل إلى مرتبة الأنس، لكن قبل أن أخوض في بعض السبل الأخرى أحب أن أسأل فضيلتكم فيما يتعلق ببعض العلامات الدالة على أن العبد قد بلغ مرتبة الأنس بالله عز وجل. هل استحباب الخلوة به جل جلاله من هذه العلامات؟ نعم، لا شك أن من العلامات البينة أن يخلو الإنسان فيذكر الله فتفيض عيناه، فيستحق بذلك أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالرجل الذي يذكر الله خاليا فتفيض عيناه شوقا إليه وخوفا منه ورجاء له، لا شك أن هذه علامة من علامات الأنس به، لأن الخلوة دائما مدعاة للوحشة. الإنسان إذا خلا فكان في أرض خلاء، أو كان في سجن يستوحش، أو كان في ظلام فإنه يستوحش، لكن إذا كان من أهل الأنس بالله لا يستوحش أبدا. ولذلك هذه العلامة أيضا لها أثار عكسية، معناه الوحشة من الناس دليل على الأنس بالله. إذا كان الإنسان لا يحب لا يرغب في مخالطة الناس كثيرا، كما قال عمر بن عبد العزيز في كتابه إلى عدي بن عدي: وما أنا على صحبتكم بحريص. إذا كان الإنسان ليس حريصا على صحبة الناس وله شغل حتى وهو بينهم يذكر الله في نفسه. وكان أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله
يأتي إلى مجالس العلم ومجالس الخير ومجالس الذكر، ولكنه يأتي بسبحة فيدخلها في جيبه، فإذا استقر الناس في مجلسهم أدخل أيوب يده في جيبه فكان يسبح بتلك السبحة فيخفيها. نعم. ولذلك كثير من الذين يعرفون الأنس بالله يصفون هذه الوحشة من المخلوقين من هذا القبيل. الشيخ جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول: فكان كتمثيل لما صح مسندا عن الصادق المصدوق، إذ ليس يكذب بتمثيل ما يؤتى من العلم والهدى وطيب أصول بات فيها يقلب بغيث كثير صاب أرضا أريضة وقد بات في أسرابها يتسرب فتقبله بالطبع وهي نقية فتنبت منه ما تشاء وتعشب، فعم به نفع البلاد وأهلها وأصبح باب الخير من حيث يطلب، إلى أن يقول نعم هذا حديث فكان منها قيعان. نعم نعم. لكن هو يصف حينئذ الأنس الإنسان بالله بعد أن يحصل له هذا: ما ذاك إلا عن يقين بأنه يرى الخلق أقلاما عن الحق تكتب، ينادي به جبريل وأهل سمائه أحبوه لانا ثم فينا يحبب، فيثنى عليه بالجميل فينتشي فيصبح في نعمائه يتقلب، فيزداد قربا لا يحد ورتبة ترى كل عبد دونها يتذبذب، ويصبح منحازا إلى الله راغبا إليه وممتازا عن الخلق يهرب، فليس يرى من حيث ما هم يرونه ولكن يراهم أنعم تتصبب، فكم قاطن في رحله وهو راحل وذي خلوة في وذي جلوة في خلوة يترهب، فيعطي عطاء من ليس يرهب فاقة وتحسبه من رغبة ليس يحسب، كذلك حال العارفين إذا انتشوا ترقوا فنالوا فوق ما قد ترقبوا. للتلذذ بالعبادة شيخنا. نعم، لا شك أن من علامات الأنس بالله أن يلتذ الإنسان بطاعته، وذلك درجات، فمن ذلك الشوق إليها والانتظار وقتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول: أرحنا بها يا بلال، وكان إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة. فالصلاة أهلها الذين يذوقون طعمها ويعرفون حلاوتها لا يسمعون صوتا أحب إليهم من منادي الصلاة من صوت المؤذن، ولا ينتظرون عطاء ولا فضلا أكبر من السجود بين يدي الله والتذلل له. ولذلك يقول الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في مقدمة كتاب الصلاة: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فهؤلاء يقبلوا على الله سبحانه وتعالى صادقين، فقربهم هذا التقريب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فخفضوا أعاليهم ورفعوا أسافلهم وعفروا وجوههم لوجهه الكريم تقربا إليه سبحانه وتعالى، ولا شك أنه أهل لأن يكرمهم فيكرمهم في مقابل ذلك. وشوق الإنسان إلى الطاعة وتعلقه بها يمثله أيضا ما نظمه ابن القيم رحمه الله في قصيدته في الشوق إلى الحج. ميمية. نعم. وكذلك ما كان عليه كثير من الناس، ألف كثير من أئمتنا كتبا في التشويق إلى الحج وإلى من أعجب ما رأيته في الشوق إلى الطاعة، وأذكر هذه القصة ثم سنضطر إلى فاصل بعدها، ما نقل عن ثابت البناني أنه كان يقول: اللهم إن أعطيت أحد الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. فأسمع تعليقكم على خبر ثابت بعد هذا الفاصل، فاصل ونعود إليكم أيها الأخوة الكرام. مرحبا بكم أيها الأخوة الكرام مرة أخرى، ونواصل حديثنا مع ضيفنا الجليل الشيخ العلامة محمد الحسن والجددو. شيخنا، خبر ثابت البناني وأنه كان يتمنى الصلاة حتى في قبره. نعم، بالنسبة لثابت رحمة الله عليه تلذذ بالصلاة كما يتلذذ الناس بشهوات الدنيا وملذاتها، فكانت أنسا له وراحة لبدنه وامتلأت عاطفته بحب الصلاة، فلذلك سألها الله في قبره، ويروى أنهم لما وضعوه في قبره سمعوه كبر،
وبعض الصالحين كذلك كان يتلذذ بتلاوة القرآن، فكان يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من عبادك الصالحين تلاوة القرآن في قبره فأعطنيها. فكان الناس بعد دفنه يسمعون تلاوة القرآن عند قبره، من داخل والله القبر. سبحانه وتعالى يؤتي ما يشاء لمن يشاء من عباده. طيب شيخنا، السؤال المهم الآن لدينا هو: كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة العظيمة التي أفضتم في الحديث عنها، مرتبة الأنس؟ وإذا كان الإنسان قلبا وعقلا ولسانا وجوارح، فربما أستأذنكم في أن نبحث في الأمر على هذا الوجه، فنبحث أولا عن القلب، ما الأشياء الضرورية التي ينبغي أن يعالجها الإنسان في قلبه ليبلغ مرتبة الأنس؟ لكن قبل ذلك قليلا فاصل آخر، وهو أن ندخل من تمام من بقية الصفات التي يعرف بها الأنس بالله نعم. شجاعة الإنسان في الحق. فالإنسان الذي عليه الضغوط والذي هو متعلق بالآخرين وليس له ذلك الاتصال القوي بالله سبحانه وتعالى لا يجرؤ على قول الحق. ولهذا كان كثير من العلماء يقولون إن من أكل مرقة السلطان احترق لسانه عن قول الحق. وتعرف قصة الدمشقي الذي دخل عليه إبراهيم باشا؟ تعرفنا بها إن شاء الله. إبراهيم باشا لما دخل دمشق قال: من بقي من الكبراء والعلماء والقواد لم يستقبلني؟ قالوا: الشيخ باشا السفاح الذي لقب بالسفاح. نعم، هو ابن محمد علي باشا حاكم مصر. فقالوا: بقي الشيخ فلان وهو تحت قبة النسر في الجامع الأموي يعلم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى أن يأتيك. فسأل مستشاريه فقالوا: اشتريه بمال. فأرسل إليه أن يأتيه، فقال: أنا مشغول بما هو أهم وليس لي حاجة لديك، وإذا كان لديك حاجة فتعال. فجاء إبراهيم على كبريائه حتى دخل المسجد، فوجد الشيخ جالسا يحدث، فسلم عليه في مجلسه وواصل الشيخ حديثه. فلما تعب الشيخ من جلسته التي كان يجلسها مد رجله في مقابل وجه إبراهيم باشا، فامتعض إبراهيم الحضور معه ثم انصرفوا. فأرسل إليه مالا جزيلا، فلما أتاه الرسول بذلك المال قال: ارجع إليه فقل له إن من يمد رجله لا يمد يده. الله أكبر. فرجع إليه خائبا بالمال الذي جاء يحمله. وتعرف قصة أبي حنيفة الإمام الأعظم رحمة الله عليه مع هارون الرشيد عندما أراد أن يجبره على تولي القضاء، أو مع المنصور لما أراد أن يجبره الخليفة على تولي القضاء امتنع من ذلك، فأقسم عليه الخليفة قال: بالله الذي لا إله إلا هو لتتولن القضاء. قال: بالله الذي لا إله إلا هو لا أتولاه. قال: كيف تقسم على خلاف أمر أمير المؤمنين؟ قال: أمير المؤمنين أقدر على كفارة يمينه مني. فاستطاع أن يتخلص من الخليفة بهذا. وكذلك مالك بن أنس رحمه الله عندما تكلم في ثورة محمد النفس الزكية والخروج معه، وأن إيمان الطلاق والعتاق التي كانت تؤخذ من الناس كرها وغصبا لا تلزمهم، طيف به على حمار وهو منكس الخلف، فكان إذا مر بها على مجلس يقول: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، ألا إن إيمان البيعة باطلة، ألا لا طلاق في إغلاق، رحمه الله. نعم، نعود. فهذا من علامات الأنس بالله، الشجاعة في قول الحق، وأن لا يوالي الإنسان في وجه الله أحدا. وهذا ما حصل لسحرة فرعون عندما ملأ الله قلوبهم من الإيمان، فإنهم قالوا: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فهنا وصلوا إلى مقام الأنس بالله سبحانه وتعالى، وعلامة ذلك بارزة فيهم في لحظة تخلصهم من الضغوط. نعم، نعود إلى الطريق شيخنا، إلى الأنس. نعم. وأبدأ بطريق القلب. ما هي الصفات أو السمات أو الضرورات التي يجب أن يعالجها الإنسان في قلبه حتى يمكن أن يصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الأنس؟ القلب سمي قلبا لتقلبه، ومن الشاق على الإنسان جدا أن يسلكه الطريق المستقيم لكثرة العوائق التي تحول دون ذلك. نعم. والطريق صعب طويل، ولذلك قل السالكون له، كما قال خليل رحمه الله: اعلم رحمني الله وإياك أن الطريق طويل. والناقد بصير،
السفر طويل، لذلك قل من قصد ثم قل من أراد ثم قل من سلك ثم قل من وصل. فلهذا يحتاج الإنسان إلى معالجة قلبه، وبداية ذلك بالخطوات العملية التي هي مرغوبة لدى الناس اليوم، أن الإنسان لا بد أن يتخذ من قلبه نجيا، فيجلس وحده ويناقش قلبه فيحاول استخراج مكنونه. فمن القلوب ما هو دني الهمة، همه ملذاته وشهواته، ولا يفكر إلا فيما بين يديه من تافه حطام الدنيا وملذاتها وشهواتها. فلا بد أن يخرج الإنسان مكنونه حتى يعرف هل قلبه من هذا النوع من القلوب أو لا. فإن كان دني الهمة فلا بد أن يبدأ أول خطوة برفع همته وتعلقها بالآخرة بدل الدنيا، وأن يخرج منها ما ترغب فيه من حطام الدنيا، ولا يكون ذلك إلا بمراجعة شأن الدنيا. فإذا كان يعجب بأي شيء منها فلينظر إلى حطامه، إذا أعجبه صورة إنسان فتعلق به لجماله فليتذكر حاله بعد أسبوع تحت الأرض في القبور، كيف سيكون حاله وهل سيبقى متصفا بجماله. وليتذكر قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: منع النوم بالعشاء الهموم، وخيال إذا تغور النجوم، من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم، لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. وبعد رفع الهمة شيخنا، عندما ترتفع همة الإنسان ويعلو قلبه حينئذ يحاول أن يتحلى قلبه بصفات القلوب السليمة. فالقلوب ثلاثة أقسام: قلب ميت لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وليس له همة، وهو قد انغمس في الدنيا ودخل في وحلها ويشق عليه أن يخرج من ذلك. وقلب مريض فيه بعض صفات المنافقين التي تحتاج إلى علاج. وقلب سليم وهو الحي الذي ليس فيه أمراض المنافقين والمشركين. والقلب السليم منحة ربانية، كما قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. فإبراهيم عليه السلام اجتباه الله فآتاه قلبا سليما. إذا طريق القلب في مجمله هو الحرص على أن يكون قلبا سليما، أن يكون قلبا سليما، وذلك بالأمرين: بالتخلية التحلية وبعدها بالتحلية. بالتخلية من الصفات الذميمة والتحلية بالصفات الحميدة. وبالنسبة للسان شيخنا، هل يكون طريقا أيضا إلى الأنس بالله؟ الجوارح كلها منها اللسان وغيره من الجوارح تحتاج إلى شغلها في الطاعة، لأن فيها طاقات ولها عمر محدد، فلذلك لا بد أن يشغلها الإنسان في الطاعة. واللسان هو أخطرها، ما من يوم إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإننا بك إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. وقد دخل عمر رضي الله عنه وأبي بكر الصديق في خلافته فوجده يجذب لسانه ويبكي، فقال: يا خليفة رسول الله يرحمك الله، ما هذا؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد. وفي حديث معاذ عند الترمذي وغيره وهو صحيح إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فذلك يقتضي أن يقوم الإنسان لسانه. والصوم فرصة لذلك، لأنه تدريب على التقوى، فيحاول الإنسان لا يقول إلا خيرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الجهة الأخرى شيخنا من أثر اللسان في التزكية، وهي أن يكون سببا للذكر أو قراءة القرآن أو الدعاء. نعم، إذا استغله الإنسان في الطاعة سيكون حينئذ بالخيارات، لأن أبواب الخير كثيرة. فإذا كان يستغل لسانه في ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وفي قراءة كتابه، وفي تعليم العلم وتعلمه وحفظه، وفي قول الخير والأمر بالمعروف والنصح للمسلمين وغير ذلك من الأوجه، فإن لسانه سيكون معينا لقلبه على هذا التوجه، لأن القلب تبع لهذه الجوارح، فإذا هو ملكها، فإذا استقامت الناس على دين ملوكهم وكما تكونوا يولى عليكم، فإذا استقامت استقام القلب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واللسان هو الناطق باسم القلب، فلذلك إذا كان هجير الإنسان لا إله إلا الله، كان هجر أبي بكر لا إله إلا الله،
فلا يجري على لسانه الجراه، بمعنى الجراه معناها الكلمة التي يعود إليها بكل أوقاته، إذا استيقظ من منامه، إذا تألم، إذا فاجأه أمر، إذا أغمي عليه، إذا حصل له أي شيء، أول ما ينطق به لسانه لا إله إلا الله. فهذا لا يكون إلا من تربية اللسان. والناس على هذا أقسام، فمنهم من يكون هجير لسانه قول غير مرضي عائذا بالله، فيمكن أن يموت عليه ويمكن أن يناله كالتأفف واللعن والسب. ومنهم من يكون هجراه ما لا فائدة فيه ولا ضرر فيه أيضا، ومنهم من يكون هجراه ما فيه خير. فهذا الذي ينبغي أن يختار أحسن هجيرة، وهي لا إله إلا الله، حتى إذا جاءه الموت جاءه على ذلك. ابن القيم يقول رحمه الله: هذا الأنس المذكور مبدأه الكشف عن أسماء الصفات التي يحصل عنها الأنس ويتعلق بها كاسم الجميل والبر واللطيف والودود والحليم والرحيم ونحوها. هل هذا معنى أن للعقل أيضا طريقا في الوصول إلى الأنس من خلال تدبر هذا النوع من الأسماء الحسنى؟ لا بد من ذلك. لا يمكن، كل شيء مداره على العقل وهو مدار التكليف، ولا يمكن أن يفهم الإنسان شيئا بدون عقله. فلذلك تدبره لكتاب الله أولا، وتدبره لصفات الله وأسمائه، وتدبره لشرائعه، وتدبره لتدبيره للكون، كل هذا مما يرفد العقل نورا ويزيده يقينا ويسد عليه باب إبليس وباب الشبهات، لكن وحينئذ ينطلق من يقينه. ما علاقته بالوصول إلى مرتبة الأنس؟ مرتبة الأنس بالله لأنه معين على معرفته، عندما يعرف جلاله وجماله ويتعرف إليه بحلمه وعلمه وسخائه وجوده، ويتدبر هذه الأسماء التي هي دالة على صفات أيضا وهي صفات الكمال، فإن تدبره لهذه الأسماء يعرف به أن الله سبحانه وتعالى يستحق المحبة. وقد ذكرنا في درس سابق أن للمحبة خمسة أسباب: السبب الأول الجمال، فكل جميل محبوب، والجمال جمال الله سبحانه وتعالى تعرفه من خلال معرفتك لصفاته العلى وأسمائه الحسنى الدالة على صفاته العلى أيضا. ثاني، ثم بعد ذلك معاملته، فالإحسان طالما استعبد الإحسان الإنسان إحسانه. ثم بعد ذلك الرجاء، ما ترجوه منه في المستقبل. ثم بعد ذلك ما عاملك به في الماضي، فالمرات التي تذكرت فيها أنه أنقذك من ضائقة أو هداك إلى ما لم يكن يخطر لك على بال. ثم بعد ذلك الخامس العلاقة به، فأنت على كل، أنت مخلوق له ومملوك له. طيب شيخنا، استأذنك في سؤال تفضل. وردنا الأخ محمد من السعودية، تفضل. خالد عفوا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي. بارك الله فيكم. عندي مسألتان، واحدة متعلقة بالموضوع وأخرى خارج الموضوع. تفضل. لكن قبل أن أطرح هذه المسألتان أريد أن أقول: أقسم بالله العظيم أنني بكيت في مرة ودعوت الله أن يأخذ من عمري ويعطي الشيخ محمد، لأنني والله العظيم أنني أحبه في الله، وأظن أن هذا الرجل العالم الكبير لا يوجد له مثيل في هذا الزمان، هذا في الحقيقة، ويعلم الله سبحانه وتعالى حبي لهذا الرجل. أتقصى كل محاضراته وكل كتبه لأني لم أجد حقيقة في علم هذا الرجل، وكلما أراه يعني يحصل عندي تهبط من العلم، أقول خلاص لا يمكن أن أصل إلى درجة مثل هذا الرجل العظيم، بارك الله فيه ونفع الله به وأطال عمره. آمين. المسألة الأولى لشيخي بارك الله فيه، مسألة يعني خارج الموضوع، وهي القول بكفر فاعل الكبيرة، يعني في من المبتدعة من يقولون، من الأباضية وغيرهم من يقولون أن فاعل الكبيرة كافر، لكن لا أريد أن أذكر المواضيع الأدلة حول موقف أهل السنة من هذا الأمر، لكن هم يقولون تأثير السلوك المسلم على هذا الأمر، يعني عندما نقول المسلم أنك تشرب الخمر لن تكون كافرا، كان ندعوه إلى أنه يشرب الخمر، يعني تأثير هذا القول على سلوك المسلم. نعم واضح. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى موضوع القلب، يعني بعض الأطباء وغيرهم يعتقدون أن القلب هو مجرد مضخة للدم فقط، يعني ليس له أي جانب غيبي أو ما يتعلق بذلك. أريد أن يعني يذكر الشيخ فقط عن موضوع القلب وموضوع أيضا العقل والقلب في ترابط بينهم أو لا، وبارك الله في الشيخ، ويعني أسأل الله تعالى أن يطيل عمره ويزيده علما. آمين. الله كرمك. الله سيد خالد، باختصار السؤال الأول هو
يقول القول بأن فاعل الكبيرة ليس بكافر قد يكون له أثر سلبي على سلوك المسلم بحيث يجرؤه على فعل الكبيرة. بالنسبة للكفر والإيمان أمران من عند الله مقصوران على ما يأتي به الوحي من عنده، وليس لنا نحن أن نقول إن أمرا ما كفر أو أن أمرا ما إيمان، لأن الإيمان لم يكن معروفا قبل نزول الوحي، ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلذلك لا يمكن أن تقول إن أمرا كفر أو إيمان إلا على أساس الوحي المنزل من عند الله. فإذا حكم الله بأن أمرا ما كفر فهو كفر، وما لم يحكم بأنه كفر ليس كذلك. ومن هنا فإن الكبائر أكبرها الشرك بالله وهو كفر، لكن بقيتها ليست كفرا، والقول بأنها ليست كفرا لا يجاسر أحدا على معصية الله، بل يدلنا على رحمة ربنا وسعة لطفه ورأفته بعباده، فإنه أتاح الفرصة للإنسان للتوبة حتى من الشرك والكفر، أتاح الفرصة للتوبة، فقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن كل المعاصي كذلك أتاح الفرصة، فقد نادانا نداء كريما يجب أن يقول كل المستمعين والمشاهدين: لبيك ربنا وسعديك، عندما يسمعون نداءه، وهو: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لبيك ربنا وسعديك. فإدراك الإنسان أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به يقتضي أن يهابه وأن لا يعصيه، ومعرفته أنه إن وقع في المعصية فإن ربه قادر عليه ويستطيع عقابه ونحو ذلك مما يباعده عن المعصية، وإن لم تكن كفرا. يسأل عن القلب والعقل، وأيضا حتى نحن لا نريد فقط، نحن الآن في مقام الأنس بالله، نعم، نتحدث عن ما هو فوق هذا، نحن ما نتكلم فقط في ترك الكبائر والمعاصي، نتكلم أيضا حتى في ترك اللمم وترك الصغائر وترك المكروهات وترك خلاف الأولى. لا يصل الإنسان إلى الأنس بالله حتى يترك كل ذلك، ما دام الإنسان مصرا على كبيرة من الكبائر أو فاحشة من الفواحش أو حتى صغيرة من اللمم، أو كان من المشتغلين بالمكروهات أو بخلاف الأولى، فإنه ليس أهلا لأن يصل إلى مقام الأنس بالله سبحانه وتعالى. سؤال أخ خالد عن القلب والعقل، أنا فقط أذكر بحلقات العقل والنص أطلنا الحديث فيها على العقل والقلب، لكن إذا أردتم أن تقولوا شيئا عن القلب. نعم، الشيء خفيف هو فقط أنه لا خلاف بين العلم الحديث وبين العلم القديم، فالقلب نعم هو مضخة، لكن هذه المضخة هي التي فيها هذا التيار الذي به حركة الدم، وهذا التيار هو الذي به الروح، والروح هي التي بها الإدراك، فلا سمع ولا بصر ولا تفكير ولا حركة إلا بهذا القلب، فلذلك هو سلطان البدن، لا يمكن أن يدرك الدماغ ولا أي خلية فيه إذا ولا أن تحيا القلب إلا بتغذية، وتغذيتها من القلب، وهذا محل إجماع بين كل الأطباء وكل العقلاء. معنا الأخ ماجد من السعودية أيضا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبغى نكلم الشيخ. يسمعك، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله. نحبك في الله حبا جما، نسأل الله لنا ولك في الدنيا والآخرة. يا شيخ، نسأل عن موقفك بالنسبة لما يحصل في مصر من انشقاق بين المسلمين، توجيهك يا شيخ وموقفك من اللي حاصل في مصر. الله يكرمك إن شاء الله دنيا وآخر. شكرا، بارك الله فيك. بالنسبة لهذا الموقف هو موقف الشرع، فالله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين نصرة المظلومين، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك في صحيح البخاري، فإنه قال: أنصر أخاك ظالما ومظلوما. فيجب على المسلمين مناصرة المظلومين، ومن المعلوم أن الأغلبية في مصر اختاروا رئيسا طواعية غير إكراه ونصبوه، فصار هو ولي الأمر في حقهم، وولي الأمر لا يحل الخروج عليه إلا إذا كفر، ولم يكفر محمد مرسي، وكنا معه قبل الانقلاب عليه بأسبوع وهو صائم يوم خميس، وحضرنا إفطاره وصلى بنا صلاة المغرب، وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو مظلوم وتجب مناصرته. والذين قاموا عليه فيهم من يدعو إلى التثليث كما هو واضح، ومنهم من يقول لا حلال وحرام بعد اليوم، ومنهم من يقول لا حجاب بعد اليوم، ومنهم المفسدون القتلة الذين يعتدون على الناس وهم في صلاتهم
فيطلقون عليهم الرصاص في وجوههم ورؤوسهم، وكل هذا من ما تعود عليه المؤمنون في تاريخهم الطويل. فلذلك هو من الظلم الذي البين الذي لا بد من أن يكون الموقف فيه واضحا لا يختلف فيه اثنان، فالذي لا خلاف فيه بين المسلمين جميعا أن نصرة المظلوم واجبة، ولا يختلف العقلاء الآن في أن المتجمهرين في ميدان رابعة العدوية إنما هم مع الشرعية، وأنهم مسالمون ليس لهم سلاح، ولم يرفعوا السلاح في وجه أحد، ولم يكبوا ماء، ولم يعتدوا على أحد، فهم المعتدى عليهم وتجب مناصرتهم على كل المسلمين، ووقوف الإنسان معهم يجنبه مثل هذا النوع من المشكلات. فمن لم يقف معهم أو وقف مع خصومهم فسيبتليه الله بمثلها لا محالة عاجلا أو آجلا. ومن وقف مع المظلوم ناصره قد امتثل لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وبقوله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا، ولقوله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وهو أقرب للتقوى، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. طيب الكثير. كرمك الله شيخنا. أعود إلى موضوعنا ببعض الإشكالات التي تحتاج إلى جواب. كيف يمكن أن يجمع العبد بين الأنس بالله عز وجل وما يقتضيه من انقطاع واعتزال وخلوة كما قلنا، وبين القيام بواجبه في الحياة، والإسلام يطلب من الإنسان أن يخوض في الحياة وأن يقوم بواجبه؟ نعم، الإنسان مطلوب منه أن يكون إيجابيا ولا يكون سلبيا، فلذلك له أحوال. الأنس بالله يقتضي منه أن يكون مع الله في وقت الخطاب، فإذا كان الخطاب يقتضي أن يكون مع الناس كان معهم وهو في أنسه بالله، وبهذا يكون في خلوة شعورية، ويكون مع أمر الله حيث يكون كان مع أمر الله حيث كان. فإذا كان أمر الله يقتضي منه أن يكون مع الناس كان معهم، وإذا كان أمر الله يقتضي منه أن يكون أمام الشاشة كان أمامها، وإذا كان يقتضي منه أن يكون في المسجد كان فيه، وإذا كان يقتضي منه أن يكون في المتجر كان فيه، وإذا كان يقتضي منه أن يكون مع أهله وأولاده كان معهم. إذن أين نحمل نصوص السلف الكثيرة في تفضيل الاستيحاش والانعزال وتفضيل الخلوة؟ هذه النصوص في محلها، ولذلك الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، لكننا أحدث به المشاهدين بالإسناد البخاري. حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهاني العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله قال في صحيحه حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث ليس معناه أن المؤمن دائما كذلك، بل قال يوشك معناه يقارب أن يأتي زمان على الناس، وليس هو الزمان الأفضل، لأنهم في زمان في وقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في وقت زمان الفضل. يوشك أن يأتي على الناس زمان، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وذلك عند تلاحم الفتن وتكاثرها بحيث لا يستطيع الإنسان دفعا ولا إنكارا لمنكر. فإذن الخلوة إذا كان وقتها كانت هي سبيل الأنس، والخلطة إذا كان وقتها كانت هي سبيل الأنس، لكن مع ذلك لا بد من خلوات بين ذلك وذلك. من هذه الخلوات مثلا خلوة الإنسان في قيامه في الليل، خلوته في وقت التدبر، خلوته بساعة المراقبة، خلوته بساعة المحاسبة وهي قبل النوم. لا بد عندما يسلم الإنسان نفسه لله قبل ذلك يحاسب نفسه، وحساب النفس ينطلق في بابين: الباب الأول باب التكاليف، ما أتى به هذا اليوم من واجباته وما ترك وما وقع فيه محرمات الله وما اجتنب، وكذلك كل الأوامر والنواهي. والباب الثاني هو باب النعم،
يتذكر نعم الله عليه فيحمدها الآن لأنه قد يموت في ضجعته هذه. فهذه ساعة هي من ساعات الأنس بالله وساعات الخلوة. لنا حلقة عن المحاسبة إن شاء الله بإذن الله. هناك سؤال يسأله بعض الناس وهو أن الإنسان أحيانا يجد نفسه جالسا وحده يناجي ربه فإذا به يحدثه الحديث البسيط العامي أني يا رب صار كذا وسويت كذا وعملت كذا، هل مثل هذا النوع من الحديث والإفضاء هو من باب الخلوة والمناجاة والأنس أو هو من قلة التأدب مع الله عز وجل؟ لا، ليس من قلة التأدب معه، إذا كان الإنسان صادقا فيما يقول وكان محبا لله ولم يعامله بما نهى عنه كان متأدبا كحال موسى بن عمران، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فهذا الحديث هو أن موسى يفضي بما في باطنه لله سبحانه وتعالى صادقا مع تمام الأدب وحسن التوجه. شيخ بعضهم يعني يسترسل يحدث يا رب أنا صار لي كذا وعملت كذا وسويت كذا وحصل معي كذا وفلان قال لي كذا، كأنه يحكي حكاية لصديق. الرب جل جلاله أعلم منه بذلك، فهو أقرب إليه من حبل الوريد وهو يعلم السر وأخفى. لكن المهم أن لا يذكر من ذلك ما لا فائدة فيه، لأنه حتى في الكلام مع الملائكة الكرام الكتبة الذين يكتبون ينبغي الإنسان ألا يسرف في اللغو لأن فيه إشغالا للملائكة الكرام الكاتبين بما لا خير فيه. طيب، ولذلك يقول الشيخ ابن متالي رحمة الله عليه وفيه إشغال الكرام بالذي لا خير فيه. فالملائكة الكرام الكاتبون يكفي من سوء الأدب معهم أن يكتبوا أن يشغلهم بما لا نفع فيه، فكيف بالخطاب مع الله جل جلاله. أكرمكم الله. انتهى الوقت وما زال عندنا بعض القضايا في الأنس لكن نكيلها إن شاء الله إلى فرصة أخرى. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم ولمتابعتكم ولاهتمامكم، ونلتقي بكم غدا إن شاء الله على خير في صحبة ضيفنا وشيخنا الشيخ محمد الحسن. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم